تم استحداث دار الذكاء الاصطناعي على مستوى جامعة الجلفة، ويعني هذا الفضاء الذي سوف يسمح للأساتذة والطلبة من ذوي الاختصاص بإنجاز مشاريعهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مستوى هذا الفضاء، ويعني باستعمال التجهيزات والوسائل والإمكانيات اللازمة. للتذكير فقط أن دار الذكاء الاصطناعي على مستوى جامعة الجلفة سوف تسمح لأكثر من 100 مشروع من الاستفادة من هذا الفضاء من مختلف الكليات. وللتذكير فقط فإنه عدد المشاريع التي تحصلت على وسم مشروع مبتكر منذ جوان الفارط إلى يومنا هذا هو في حدود 9.